مرحبا بكم. دونك مرحبا بكم في اجواء ان شاء الله ديال الكاستينغ ديال مليحه المغرب هنا في مدينه الجديده. من بعد الحمد لله مليحه المغرب دونك كما كنقولوا اكبر مسابقه ديال الجمال في دونك الحمد لله بالمغرب، بعد اننا دوزنا عده اختبارات في عده مدن. دونك مدينه الدار البيضاء، الرباط درنا جوج مرات لان كان عدد كبير بزاف، درنا مراكش تقريبا غادي نديرو جوج مرات لان عدد تاهي كبير، فاس، طنجه. كنحطوا الريحه الان بمدينه الجديده، مدينه الكرم والجمال. دونك الحمد لله جايين وعارفين ان ضروري غادي يكون الجمال، غادي يكون كرم كبير منكم انكم تاتوم حضرتوا منا. وان شاء الله كنقولوا ان مسابقه مليحه المغرب هي مسابقه جديده بشكل جديد ولكن معايير دوليه، معايير استثنائيه، لانه ما يمكنش ان اي واحد يجي يشارك فيها. كيف ما يكون هذا الانسان خصو يكون عنده واحد المؤهلات دراسيه، مؤهلات جماليه، ومؤهلات ثقافيه لتخولي انه باش يشارك في مسابقه ديال مليحه المغرب. والحمد لله دونك كما كنقولوا الان بمناسبه ديال اننا في مدينه الجديده اللي الحمد لله لقينا واحد الدعم كبير من عدة الناس اللي ساندونا، ومن الأهم ديالهم دونك زكريا تبارك وهو مالك ديال دريم زاك الجديدة، دونك أفخم مراكز الجمال بالمدينة الجديدة، وفندق جوهرة اللي حلينا الأبواب ديالو وكان من المساندين الرسميين ديال هذا الكاستينغ. وكنقول بأننا إن شاء الله يوم على يوم غادي تزاد لا 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 ان شاء الله القيمه ديال مليحه المغرب، باش انها غادي تكون اكبر، ماشي غير انواعكم، ماشي غير انها تكون اكبر مسابقه ديال الجمال في المغرب، ولكن غادي تكون اكبر مسابقه ديال الجمال في شمال افريقيا ان شاء الله. دونك الساعه الاولى دابا كاين حضور دونك كيفيق دونك غادي يكونوا العشرات ان شاء الله، لان باقيين دونك باقي تقريبا درنا ابارتيغ من 16 دونك ابارتيغ من الرائب عزوالا. وانتم عارفين ان دابا الجو صيفي دونك يمكن ان يكون عدد ان شاء الله يقدر نقولوا عدد كبير، ولكن ما كتهمناش العدد اكثر من كيهمنا الجوده. حنا لا نبحث على الكميه، بغينا نبحثوا على الكميه، غادي نقدروا نديروه في مراكز اللي قريبه للمدينه، ونديروه في نقلبوا على ان كل شيء يشارك. وما غاديش ندير لهم ان اوبليغاتوارمون يكون عندهم واحد لاطاي اللي فيتها مترو 68. دونك اننا نورمالمون كنقلبوا على معايير محدده، رغم ان المعايير كتكون صعيبه وحتى شي وحده من المسابقات المغربيه حاطه، ولكن حنا حطينا. يقدر يجيونا حنا انا كنقول يجيوني غير 20 ديال الناس ويكون عندهم واحد الكاليتي طالع بزاف، حسن ما يجوني عشرات ولا مئات ديال الناس وما يكونش فيهم هذاك الشيء اللي كنقلبوا عليه. وشكرا. معكم زكريا تبارك، حب محل التجميل دريم زاك، المساند الرسمي للمسابقة الكبرى للجمال مليحة المغرب. الحمد لله دوزنا مدن كثار، والحمد لله دابا جينا وصلنا للجديدة. كان الحضور ديال المشاركين كثير كيف ما كتشوفوا في مدينة الجديدة، وإن شاء الله المسابقة كبيرة مغربية، وغتكون ان شاء الله ماشي كبيرة في المغرب، غتكون ان شاء الله كبيرة في افريقيا ان شاء الله كاملة. ونتمنى ان شاء الله هادشي اللي درناه واللي المجهودات اللي خدمنا عليها تكون في مستوى ان شاء الله. بالنسبة لمليحة المغرب كيف ما كتعرفوا وكيف ما قلت لكم دوزنا مدن بزاف، لقات اقبال كبير من عند المغاربة، لا بالنسبة للناس اللي رحبوا بينا، لا بالنسبة للناس المشاركين. الهدف من هاد المسابقة هو أننا نبينوا الجمال المغربي، يبان في العالم إن شاء الله كامل. دونك عندنا الجمال ومدرق خصو يبان. المسابقة كبيرة وفيها مزايا بزاف، وان شاء الله المليحه غادا يكون عندها ديزافونتاج كثار كعقود عمل سيغ بلاس، يعني كاين بزاف ما يدار ان شاء الله. يعني عماد ولاء الدين اللي تبارك الله خدام عليها مزيان، ومعاه الطاقم ديالو اللي هو عمر وواحد الاخوان بزاف، سمحوا لي الا ما ذكرش الاسماء ديالهم. يعني كاين مجهودات كثار، الناس ما كتنعش، الناس كتضرب طريق كثيره. يعني كاين اللي هي الجديده 36 اللي تبارك الله كانت حاضره معنا بقوه، ونتمنى من الاعلام المغربي ان شاء الله يكون حتى هو حاضر معنا ويوصلوا لي ميساج اللي بغينا نعطيو ويوصلوهم للمغاربه ان شاء الله كاملين. وشكرا. هي في الحقيقه كاستينغ داز زوين، انا كنت كنتسنى تكون شي حاجه كيف ما قريت غيكون ديفيلي وغادي. المهم كان واحد شويه غنيت في كاستينغ، جاوبت على دي كاستيون. بالنسبه لي كاستينغ في متناول، بنات كلشي كان مزيان الحمد لله، داز داكشي مزيان.
المره غيكون شي كاستينغ في جديده، اول مره غنكون في شي كاستينغ ان شاء الله. بيان سور غنبغي نكون انا المليحه ديال المغرب ان شاء الله. شكرا. جيت هنا في المدينه الجديده، كان اول مره غادي تقام في المدينه ديال الجديده. داز كلشي مزيان، يعني داكشي منظم مزيان الحمد لله. تي انني نربح مليحه المغرب واخا كانت شويه الخلعه، باسكو سي لا بروميير فوا لي غندوز شي كاستينغ ولا غنشارك في كومبيتيسيون. مهمه عندي هاد المسابقه بزاف باسكو غتكون هي اول تجربه ليا في المشوار ديالي. الا كملت ان شاء الله واستيمو غنكمل. وتعلمت بزاف د الحوايج، شفت ناس جداد، سيتي جينيال. وكنت مخلوعه في الاول، مي ما كانش حاجه صعيبه بزاف. جملتني اللجنه كيفاش تصرفوا، كيفاش كيهضروا معنا ايتو. وان شاء الله جو بونس بلي المستوى كان زوين بزاف، حتى التنظيم عجبني، كل شيء كان هو هذاك. واي واحد اللي كيبغي يدير شي مشاريع الله يسخر ليه، ونطلب الله التوفيق للجميع والصحه والستره والخاتمه هي هذه. نطلب لكم الله السلامه والله يوفق الجميع.